إلى اليمن، حيث تظاهر المئات من أبناء محافظة أرخبيل سقطرى تأييدا لشرعية الرئيس عبد رب منصور هادي بدعوة من الائتلاف الوطني الجنوبي في مواجهة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا والذي يسيطر على الجزيرة منذ أواخر يونيو الماضي. وجاب المشاركون في التظاهر شوارع عاصمة الجزيرة حديبو وصولا إلى مقر التحالف السعودي الإماراتي في الجزيرة، ومنه اتجهوا إلى ساحة التغيير. المتظاهرون طالبوا بعودة السلطات المحلية إلى الجزيرة، وقد حاول عناصر من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا عرقلة المشاركين في هذه التظاهرة. نبقى في اليمن، حيث طالبت 13 منظمة حقوقية أهلية الأجهزة الأمنية بالعمل على حماية المدنيين في مدينة تعز جنوب غربي البلاد. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته تلك المنظمات، من بينها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وسياج لحماية الطفولة والشبكة اليمنية للحقوق والحريات وتمكين. وشهدت تعز قبل أيام اشتباكات اندلعت بين مجموعات مسلحة أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين. ومعنا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. أهلا بك نبيل. إذن تظاهر في سقطرى تأييدا لشرعية الرئيس هادي، هل من تفاصيل حول هذه التظاهرة، خاصة وأن عناصر من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا حاولوا عرقلة هذه التظاهرة؟ وسام، التظاهرة نجحت في جزيرة سقطرى على المحيط الهندي رغم عرقلة المجلس الانتقالي الذي يسيطر على كامل مدينة حديبو وعلى كامل الجزيرة. مدينة حديبو هي عاصمة جزيرة سقطرى، لكنهم مع هذا تظاهر المئات رفضا للمجلس الانتقالي ورفضا للتدخل الإماراتي، وخصوصا وأن الإمارات بدأت ببناء عدة معسكرات وكذلك بدأت بنقل رحلاتها وكذلك جنودها إلى هذه الجزيرة. يأتي هذا كذلك بأن المتظاهرين هم من أبناء المنطقة تحديدا، بينما الكثير من قوات المجلس الانتقالي المسيطرة هي من مناطق مختلفة من محافظات الضالع وكذلك لحج وكذلك أبيان ومناطق مختلفة. لذلك يشعر أبناء الجزيرة بأن هناك محاولة لإقصائهم ومحاولة للسيطرة من قبل المجلس الانتقالي باسم الجنوب للسيطرة على الجزيرة ولحكم أبنائها. لذلك خرجوا هؤلاء المتظاهرون من أبناء الجزيرة تعبيرا عن وقوفهم وراء حكومة الرئيس عبد رب منصور هادي، ورفضا لأن لا تنتمي جزيرتهم المسالمة منذ أمد طويل لأي فصيل سياسي، ورفضا للتدخل الإماراتي، ورفضا كذلك لوجود المجلس الانتقالي. هذا بالإضافة إلى أنهم أكدوا على الوحدة اليمنية على اعتبار أن المجلس الانتقالي يريد فصل شمال اليمن عن جنوبه، وأصدروا بيان بهذا الخصوص، وهذه تعتبر أول هزة بالنسبة للمجلس الانتقالي تحديدا والاتفاق الرياض الذي لم ينفذ حتى الآن من جهة أخرى في هذه الجزيرة التي تم إبعادها عن اتفاق الرياض. هذا في جزيرة سقطرى. إذ هذا بالتزامن وسام مع فيضانات تشهدها مختلف المحافظات اليمنية، المئات سقطوا ما بين جريح وما بين غريق في هذه الفيضانات التي تجتاح مختلف المحافظات اليمنية تحديدا وكذلك محافظة مأرب على وجه الخصوص، ومختلف المحافظات النازحون هم الأكثر تضررا، والمدن التاريخية التي تأثرت كثيرا بما فيها صنعاء القديمة، كنا قد عددنا تقرير عن ذلك وبالتحديد لمدينة صنعاء القديمة التي بدأت تندثر، يمكننا أن نتابع هذا التقرير. بلمح البصر آلاف السنوات توشك أن تندثر. هذه أجزاء من السور الجنوبي لمدينة صنعاء القديمة، التصدعات تتسع مع استمرار هطول الأمطار في اليمن. بأعجوبة نجا محمد علي وعائلته من انهيار هذا السور على رؤوسهم، يحاول جاهدا انتزاع محتوياته من فم التراب، لكن الكارثة أكبر من إمكاناتهم المنهكة. قالح لما حتى خرب الذي هذا البيت كامل، وانشق على سقوط وانتثرت حق البيت الداخلي وجميع مخلفاتنا تحت الإنقاذ. ما بين انهيار جزئي وكلي تأثر نحو 200 منزل أثري في مدينة صنعاء القديمة. سكان هذه المنازل بلا مأوى، بقية المنازل مهددة بالسقوط في أي لحظة. قصف طيران التحالف على العاصمة كان قد أثر على هذه المدينة الأثرية.
من الأمطار نفسها ضررين أكثر من 198 بيت أصلح دناك عين. كارثة كبيرة تطال الإرث التاريخي والإنساني. السلطات المحلية تحاول تدارك الوضع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه المدينة التاريخية المبنية من الطين واليص فقط. المطلوب من منظمة اليونسكو أنها تتساعد مع الهيئة ومع الدولة بالحفاظ على المدن التاريخية لمواجهة الأمطار وكارثة الأمطار التي حدثت خلال الفترة الماضية والأسابيع الماضية. صنعاء القديمة إحدى أقدم مدن العالم تجاوز عمرها آلاف السنين وفق مؤرخين. اليونسكو أدرجتها منذ نحو 4 عقود في قائمة التراث العالمي. الأمطار ألحقت بها أضرارا جسيمة لم تشهدها من قبل. تراث مدينة صنعاء القديمة في خطر، فمع استمرار هطول الأمطار تتداعى المنازل الواحد تلو الآخر. نداءات استغاثة عاجلة يوجهها أهالي المنطقة مطالبين السلطات بترميم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نبيل اليوسفي، العربي، من مدينة صنعاء القديمة.